للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر زوم المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا سيد عدنان أبو حسن. سيد عدنان، بداية، كيف ترى هذا القرار الإسرائيلي بحظر أونروا؟ ماذا تريد إسرائيل فعليا من خلال اتخاذ هذا القرار؟ يعني هذا قرار غير مسبوق على الإطلاق في تاريخ العمل الأممي بين دولة عضو في الأمم المتحدة ومنظمة أيضا أممية تقريبا عمرها من عمر دولة إسرائيل. هذا القرار يهدف إلى شيء واحد فقط، وهو تصفية الأونروا تمهيدا لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، اعتقادا منه في إسرائيل بأن تصفية الأونروا سينهي هذه القضية، وبالتالي ينهي مفهوم الحل السياسي وحل الدولتين وحل وموضوع تقرير المصير. القرار خطير للغاية لأنه من شأنه أن يكون له عقبات وخيمة على العمليات الإغاثية والإنسانية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وبالذات قطاع غزة حيث الأونروا هي شريان الحياة للعمل الإنساني والإغاثي هناك والتعليمي والصحي وكافة المجالات. تقريبا نحن لوحدنا في قطاع غزة، لدينا 13,000 موظف، لدينا عشرات أيضا المراكز، أكثر من 300 مدرسة، لدينا أكثر من 100 نقطة طبية متنقلة وعشر عيادات مركزية لا زالت تعمل. يعني منع الأونروا من العمل أو دفع العملية الإنسانية التي تقوم بها الأونروا إلى الانهيار سيكون له نتائج وخيمة وغير مسبوقة. قانونيا وتشريعيا سيد عدنان، كيف يمكن للكنيست اتخاذ هذا القرار، قرار بيخص كيان تابع لمنظمة أممية؟ للأسف هم تعاملوا معنا كأن نحن منظمة يعني ضمن القانون الإسرائيلي. يعني إلغاء الأونروا واليونيفيل يجب أن يطرد، الأمين العام للأمم المتحدة ممنوع أن يدخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مفوض الأونروا ممنوع. يعني هناك طريقة تفكير غريبة بصراحة، كل شيء للشطب والإلغاء والطرد والمنع. بالنهاية الأونروا هي منظمة أنشأت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة ولم تنشأ بقرار من إسرائيل، لذلك ستواصل العمل. في إطار القانون الدولي، ما هي الإجراءات التي سوف تقومون باتخاذها خلال الفترة القادمة؟ الموضوع أصبح أكبر من الأونروا. الأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريس قال اليوم بأنه سيتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لوضعها في صورة ما يحدث. الوضع خطير وغير مسبوق على الإطلاق. نعم، أشكرك جزيل الشكر، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا سيد عدنان أبو حسنة، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.